مشاهدينا الكرام، مساء الخير. معركة دبلوماسية سياسية تخوضها القيادة في أروقة الأمم المتحدة اليوم. مشروع القرار الفلسطيني العربي التوافقي طرح في مجلس الأمن باللون الأزرق للتصويت عليه. هذا المشروع الذي من المفترض أن يحقق إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز نهاية العام 2017. مشروع القرار الذي قدمته الأردن يوم أمس، والذي بالطبع أخذ بالاعتبار كل الثوابت الوطنية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيم حدود الدولة على أساس عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا المشروع الذي يتم التداول والمشاورات حوله بعد أن تسلم الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن صيغة مشروع القرار للتداول مع دولهم في هذا الشأن قبل التصويت عليه. بالطبع هذه المعركة السياسية في الأمم المتحدة اليوم التي تمارس وسط ضغوط دولية كبرى، وأبرزها ما يتعلق بالفيتو الأمريكي والتهديدات الإسرائيلية في هذا الشأن. في هذا المساء في حال السياسة نكون وإياكم حول مشروع القرار والخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، وفيما يتعلق أيضا باجتماع القيادة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس هذا اليوم، والذي كان بالفعل حول هذا المشروع والتوضيح لمحددات هذا المشروع. ونستضيف في الاستوديو في هذا المساء الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي. مساء الخير لك دكتور عبد الله. يعني ما يتعلق بالطبع بالحدث الأبرز هذا اليوم، الحدث السياسي الذي أعاد القضية الفلسطينية وأعاد لها الأهمية بأن جمع العالم ليحل هذه القضية اليوم بتقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن الدولي. بداية هذا المشروع والذي بالطبع تم الحديث عنه خلال اجتماع القيادة، وما يضمنه هذا المشروع والأبرز فيه، والذي صرح الرئيس محمود عباس بأنه جاء ليؤكد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين عام 2012. الخطوة اللاحقة في مجلس الأمن، كيف الآن المشاورات والتحديات الكبرى بعد طرح مشروع القرار؟ أولا يعني أنا بعتقد أنه يوم 17 ديسمبر سيكون يوما في التاريخ الفلسطيني الحديث مهما. هذا اليوم وجدنا أنه في الإجماع العربي والجهد الفلسطيني بمشاركة أوروبية قادتها فرنسا، توصلوا إلى صياغة مشروع قرار قدم إلى مجلس الأمن بالأمس. كذلك في هذا اليوم 17 ديسمبر كان الأول، البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة أكد على الاعتراف بفلسطين دولة حرة كاملة السيادة على الأراضي اللي احتلت عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها. في هذا اليوم أيضا برلمان لوكسمبورغ أيد الاعتراف بدولة فلسطين وطلب من حكومته القيام بذلك. بمعنى أنه الشهور الثلاثة السابقة منذ 26 سبتمبر عندما اجتمعت الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية واتفقوا بحضور الرئيس محمود عباس، اتفقوا على أن يتقدم الجانب الفلسطيني بمشروع قرار في ضوء انسداد أفق الحل السياسي، في ضوء قيام إسرائيل بتدمير كل فرصة لتحقيق السلام في المنطقة وكل جهد بما في ذلك الجهد الأمريكي الذي قاده وزير الخارجية السيد جون كيري. في وجه ذلك كله على مدى 3 شهور تم الاتصال والتوافق على هذا المشروع الذي تضمن في طياته العديد من قرارات مجلس الأمن السابقة اللي أيدتها الإدارة الأمريكية. كذلك تضمن على الأقل فقرتين جديدتين غير التأكيد على القرارات السابقة. فالفقرة الأولى وهي لابد من جلاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وأعطيها فترة زمنية
ثلاثة سنوات، يعني نوفمبر من العام 2017، تضمن فقرة أيضا جديدة وهي الدعوة لعقد مؤتمر دولي، نعم وهذا ربما ما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية لأنها تريد أن تبقى مستحوذة على الهيمنة أو على الدور الشبه المنفرد في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون الوصول إلى حلول. لكن في هذا اليوم أيضا علينا أن نتذكر الأحداث التي ترابطت مع هذا اليوم، في الوقت الذي يشعر الجميع أن هنالك فعلا اصطفاف دولي حول الحق الوطني الفلسطيني، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حول تثمين الجهد الذي قاده الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بتوافق كامل، نجد أن هناك بعض المناغصات التي تريد أن تناغص على هذا الموضوع. نجد ما صرح به وزير الاستخبارات الإسرائيلي نعم. هذا الصباح يوفال شتاينفيتس بأن إسرائيل إذا استمرت القيادة الفلسطينية بالمسار الذي تسير فيه، لأنها تضع إسرائيل على المحك وفي عزلة دولية لم تكن تتوقعها، فإن إسرائيل ستبحث عن البدائل. فلنكن نريد مفتحي الأعين نريد ونعرف ما يجي حولنا. أن نكون ونقف عند هذه النقطة بإسهاب أكثر، وتحديدا ما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية. ولكن بداية دكتور عبد الله، للتوضيح أكثر هنا، ونحن نتحدث بالفعل عما جاء باجتماع القيادة وما تقدمه من كلمة للرئيس محمود عباس، أوضح في مستهل اجتماع القيادة الذي انعقد في مقر الرئاسة برام الله أن القرار يؤكد على حل الدولتين على أساس حدود عام 67، أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع حل عادل لقضية اللاجئين على أساس المبادرة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف السيد الرئيس أن القرار الذي قدمه الأردن أمس يتضمن الدعوة لوقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، كما يرحب القرار بعقد مؤتمر دولي لإطلاق مفاوضات لا تتجاوز مدة عاما واحدا وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال قبل نهاية العام 2017. الرئيس محمود عباس أكد أن القيادة منفتحة على استمرار المشاورات في الأمم المتحدة حول مشروع قرار إنهاء الاحتلال. إذن ما جاء حول صيغة مشروع القرار هو يحقق المطالب الفلسطينية اليوم بتثبيت الحق الفلسطيني، إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يعني خليني أوضح أنا نقطة إجرائية. نعم. يعني هذا مشروع القرار عندما يقدم رئيس مجلس الأمن يوزعه على الأعضاء 15، وهؤلاء الأعضاء يدرسوا ولابد أن يستشيروا حكوماتهم حتى يأخذوا التعليمات كيف سيصوتوا على هذا. هنا قد تأتي مثلا بعض المقترحات بتعديلات هنا أو هناك. في مثل هذه الحالة أي تعديل لابد أن يحظى بقبول الطرف الذي قدم المشروع القرار، يعني لا يفرض تعديل خارج السياق يعطل المضمون أو يلغي، يبقى منسجم مع هذا المضمون، لازم منسجم ويقبل الطرف اللي قدم اللي هو الطرف العربي. هذه واحدة. ثانيا المشاورات قد تأخذ، لأنه احنا اليوم الخميس، بكرة الجمعة آخر يوم في الأسبوع، الجمعة في كثير من العواصم معطلة، السبت والأحد عطلة رسمية في الأمم المتحدة، يعني قد تأخذ بعض الأيام قبل أن نصل لمرحلة التصويت. ما فيش ضمانة أنه بتصوت عليه اليوم أو غدا، لأن هذا بيعتمد على ردود الفعل التي تأتي من العواصم للمندوبين في مجلس الأمن. هذه واحدة. ثانيا سمعنا أنه بعض اللغط اللي صار أنه في الفقرة من الفقرات العاملة في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران والقدس عاصمة للدولتين، أو التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين، في البعض رأى أنه يمكن يكون هذا في نوع من التراجع عن الموقف اللي إحنا دائما نعلنه أو اللي أعلنته مبادرة السلام العربية، بأنه
دائما القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، هذا صحيح. دعني أؤكد أنا أنه في المشروع القرار أيضا المذكور في إشارة مرتين لموضوع القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. الإشارة الأولى عندما ذكرت مبادرة السلام العربية، الإشارة الثانية وهي الأقوى والأهم عندما أشير إلى مشروع قرار الجمعية العامة رقم 19/67 اللي هو في 29 نوفمبر عام 2012 اللي اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. فإذا أنا بعتقد أنه تخوف بعض الإخوة من محاولة يمكن يسجل وكأنه تراجع، لا ليس تراجع في بالتأكيد، لكن الإشارة لدولتين والقدس، أو عندما نقول القدس نعني القدس في وضعها الذي وقع تحت الاحتلال في حزيران عام 67. يعني ليست القدس اللي إسرائيل وسعت حدودها لتصل إلى 72 كيلومتر مربع وتشمل أبو ديس وبيت حنينة وشعفاط وغيرها، لا خوف من ذلك، لأن هنالك أكثر من قرار في مجلس الأمن الدولي يقول كل الإجراءات الإسرائيلية التي قامت بها، إن كان توسيع مدينة القدس، إن كان بناء الاستيطان، إن كان تغيير المعالم في داخل الأراضي اللي احتلت عام 67، نعم، تعتبر لاغية وغير مقبولة. نعم. بالتالي أنا بعتقد أنه هذا فيه من الضمانة ما يطمئن الإخوة الذين يخشون، ويعني بإيجابية مطلقة نأخذ يعني الحرص مطلوب ونكون عيننا مفتوحة دائما، مهم جدا، لكن عندنا من الضمانات أنا بعتقد ما يكفي. نعم. طيب الآن القيادة منفتحة على استمرار المشاورات مع الدول حول صيغة مشروع القرار الأخذ بها، بما لا يفرغ بالطبع مضمون القرار من المضمون الرئيسي. باعتقادكم دكتور عبد الله، هل ممكن أن تحدث مفاجآت في الساعات الأخيرة كما نشهد دائما، وتحديدا الموقف الأمريكي الذي لوح وأكد استخدام الفيتو الأمريكي؟ هذه معركة سياسية، وربما تعتبر الأشرس في كل المعارك التي خاضتها الثورة الفلسطينية. لماذا؟ هنا يأتي التشابك. لأول مرة يشعر المعسكر المناهض كان تقليديا للحق الفلسطيني والمؤيد مطلقا لإسرائيل يحصل فيه تصدع. هذا التصدع أجى على مستويين. المستوى الأول أنه أوروبا وهي القارة الأقرب إلينا والقارة التي تتأثر سلما أو حربا فيما يجري في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى الاستقرار يفيدها في تقدمها، في ازدهارها، في تجارتها، في علاقاتها وتأمين مواردها، الحرب تعطل عليها مثل هذه الموارد. ثانيا أوروبا تستند إلى مبادئ سنتها لنفسها بعد الحرب العالمية الثانية، احترام حقوق الإنسان، المساواة، العدالة. الشعب الأوروبي تعود على هذه المبادئ، والشعب الأوروبي هو عامل صانع قرار، لأنه هو الذي ينتخب الحكومة، والحكومة هي تكون مسؤولة أمام هذا الشعب. لذلك الحكومة بتأخذ، لا تستطيع أن تتجاهل الرأي العام في بلدها. هذا الرأي العام واجه قضيتين في الفترة الأخيرة. القضية الأولى أنه الشعب الفلسطيني وقع تحت احتلال، وأوروبا وقعت معظمها تحت الاحتلال النازي قبل 70 عاما، ولكن هذا الاحتلال هو أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث. ثم الشعب الفلسطيني يريد فقط الحرية، الاستقلال، السيادة في أرضه وليس في أرض غيره، وهذه تنسجم تماما مع المثل والمبادئ والقيم التي تتبناها أوروبا. الجانب الآخر أن السياسات الإسرائيلية أصبحت منفرة، لا يستطيع أقرب أصدقاء إسرائيل أن يدافع عنها. هذا الوضع جعل الشارع، القاعدة، الرأي العام الأوروبي بما يشبه انتفاضة، يضغط على حكوماته من خلال البرلمانات لأن تعترف، لأنه لا يعقل أن تؤيد أي دولة حل الدولتين
وهي تعترف بواحدة دون أن تعطي نفس قيمة الاعتراف للثانية، مثل ما ذكرت وزيرة خارجية السويد في تفسيرها للاعتراف، قالت نريد أن نخفف قليلا اختلال التوازن بين طرفي النزاع. دولة معترف فيها وتتعامل معها كل الدول على مستوى دولة قائمة، ودولة أخرى تحت التكوين، لابد من الاعتراف بتلك الدولة الأخرى حتى ما يكونش الفارق كبير في المفاوضات بين طرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني. مواقف الدول الأوروبية من هذا الجانب، المتقدمة من هذا يعني الجانب ممكن أن تكون أيضا من قبل الحكومات، ممكن أن نشهد ذلك نعم، بالتصويت في مجلس الأمن وحشد الأصوات المطلوبة. هذا يعني بتعرفي مجلس الأمن عنده 15 عضو، نعم منهم في أوروبا، يعني أوروبا الغربية على الأقل عضوين فقط اللي هم بريطانيا وفرنسا، وفي عدد محدود في أعضاء مجلس الأمن من أوروبا الغربية، لكن هذه عملية تراكمية. هذا التحول انعكس على أمريكا. نعم أمريكا حتى الآن أمام معضلة. مهم. هذه المعضلة ليست سهلة، يعني ما نعتبرش إنه الفيتو الأمريكي تحصيل حاصل وكأن شيئا لم يكن أو يمر مرور الكرام. الفيتو الأمريكي إن استخدمته أمريكا سيكون مكلفا لها كثيرا، ولذلك أمريكا ستدرس الأمر بعناية شديدة، تحاول طبعا الإجراء الوقائي. الإجراء الوقائي الضغط على هذا الطرف أو ذاك الطرف بعدم تقديم المشروع، الآن تجاوزنا هذه المرحلة نعم والمشروع تم تقديمه، مع أنه لآخر لحظة، يعني اللي حضر اجتماعات نيويورك بالأمس شهد لآخر لحظة والضغوطات أنه لتأجيل التقديم في هذه المرحلة بحجج يعني لا تستند إلى دليل أو دعم. فأمريكا الآن تنتقل للمرحلة الثانية من المناورة. المرحلة الثانية تحاول أن تمارس ضغطا على أعضاء غير الدائمين العشرة نعم حتى لا يحصل هناك توافق من 9 أعضاء، وهو الشرط الإجرائي، أي قرار حتى يمر نعم بمجلس الأمن يجب أن يحضر تحتاج 9 أعضاء 9 أصوات. دون أن يعارضه أحد. هلا إذا احنا ضمننا 9 أصوات عند أمريكا بتصبح أمام معضلة واحدة. ولكن يعني الولايات المتحدة بتاريخها استخدمت حق النقد الفيتو فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تحديدا حوالي 41 مرة، نعم ومنها 30 فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال والاستيطان وإلى ما ذلك. يعني ما الذي سيمنعها اليوم بأن تستخدم هذا الفيتو وهي أصلا صرحت واعترضت على الخطوة الفلسطينية؟ أنا أقول هذا نقاش أكاديمي يعني أكثر منه نقاش سياسي، لأنه الآن لما صارت القضية الفلسطينية مطروحة على الساحة الدولية أخذت بعدها الدولي، صار التعامل معها ينطلق من خلال المصالح. أمريكا في أمامها قضية، إذا استخدمت الفيتو ما هو ثمن ذلك؟ إذا امتنعت عن التصويت، أنا لا أعتقد أنها ستصوت مع المشروع، إذا امتنعت عن التصويت ما هو ثمن ذلك؟ أمريكا لا تقبل هذا مشروع القرار، حتما لا تقبله، لأنه فيه دعوة لعقد مؤتمر دولي، بمعنى سحب البساط من تحت الرعاية المفردة للولايات المتحدة الأمريكية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهذا ما لا تريده. الناحية الثانية أنه أمريكا لها حسابات داخلية في داخل أمريكا، كم يكلفها ذلك؟ هل في المقابل هنالك ضغوط، هنالك ممارسات اللي يمكن أن تفرض على أمريكا ثمنا لو استعملت الفيتو؟ في نوعين، في الثمن المادي، واللي أنا لا أعتقد أنه إحنا في وضع نستطيع، يعني وضعنا الإقليمي اللي إحنا نعيشه لا أستطيع أن إحنا قادرين أن نفرض مثل هذا الحل المادي، الضغط المادي على أمريكا، ولكن أمريكا أيضا تنظر من ناحية أخرى إلى الضغط المعنوي، الثمن المعنوي. أمريكا إذا استخدمت الفيتو تفقد مصداقيتها كراعي، كوسيط في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وهل هذا في مصلحة أمريكا؟ نتذكر أن الرئيس أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام. أين هو السلام؟ قد يمكن جاي القائمين على جائزة نوبل
يطالبوا باستعادة الجائزة لأن لم يلحق بالسلام طبعا. يعني تكون لذلك في الأيام القادمة. احنا لن ندخل يعني لن ندخل طويلا، نقول هذا المشروع موجود. هذا المشروع هو في ظل انسداد أفق السلام وفي ظل الممارسات الإسرائيلية المهددة لحل الدولتين والضاغطة على شعبنا، لابد أن نتحرك، وقمنا بهذا التحرك. والقيادة الفلسطينية أحسنت صنعا عندما استنفذت كل الجهود الأخرى والأدوات المختلفة. لكن في حالة وصول إلى مرحلة الفيتو، بمعنى أنه إلغاء دور هذا المشروع القرار، عندنا إحنا نلجأ إلى تجسيد الاعتراف بدولة فلسطين على الساحة الدولية، تعزيز الاعتراف اللي تم في 29 نوفمبر 2012 عن طريق وسيلتين. الوسيلة الأولى ما تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية والسياسة الفلسطينية في التوجه إلى الدول التي لم تعترف بفلسطين لتعترف بفلسطين، ليزيد الاعتراف بفلسطين. الوسيلة الثانية الالتحاق بالمنظمات، الهيئات، المواثيق، المعاهدات الدولية اللي تابعة للأمم المتحدة. هذا التجسيد لدور لوجود دورة فلسطين يصبح يفتح الطريق أمام التعامل بمنهجية جديدة في المستقبل، تصبح دولة يعترف فيها العالم تحت الاحتلال. الحديث يصبح كيف يزال هذا الاحتلال عن هذه الدولة. هنا بيصير أنه مع زيادة العزلة على السياسات الإسرائيلية، مع زيادة الدعم للحق الفلسطيني، يصبح قديش مدى كلفة استمرار الاحتلال على الإسرائيليين، وكيف يمكن أن يخرج ديغول إسرائيلي أو ديكليرك إسرائيلي ليقول حان الوقت لننهي احتلالنا ونعمل سلام مع الفلسطينيين. نعم، طيب يعني التخوف الذي كان في السابق بأن تغيب القضية الفلسطينية عن الساحة الدولية بحجة الوضع الإقليمي في المنطقة وحرب داعش اليوم والدول المتحالفة ضد هذا التنظيم الإرهابي، كان هناك تخوف بغياب القضية الفلسطينية، ولكن هذا التوجه اليوم للقيادة كم بالفعل سيعيد هذا الزخم للقضية الفلسطينية ويجمع العالم من جديد لحل هذه القضية بأدوات الأمم المتحدة؟ نعم، شوف يعني شكرا لهذا السؤال بالتحديد. يعني أنا بعتقد أنه يسجل لحكمة وحنكة القيادة السياسية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في أنها استطاعت في أحلك الظروف أن تبقي القضية الفلسطينية ليس فقط على جدول أعمال الحراك الدولي، وإنما في رأس الحراك الدولي. نتذكر إحنا أنه قبل سنوات كانت طرحت إسرائيل السلاح النووي الإيراني، وكادت أن تبني جبهة عريضة أشغلت فيها العالم، لكن ذلك لم يغيب القضية الفلسطينية. بعدها إجت عملية داعش وغيرها، لم تغيب القضية الفلسطينية، بالعكس وجدنا هنالك صعود، وجدنا اهتمام، تقدم. انظري حتى الآن خلال الشهور الثلاثة الماضية هنالك حكومة السويد تعترف بدولة فلسطين، إيرلندا، مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب يطلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، مجلس العموم البريطاني يطلب الاعتراف بدولة فلسطين من حكومته، مجلس الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي في تصويتين مختلفين يطلب الاعتراف بدولة فلسطين، البرلمان الإسباني، البرلمان البرتغالي، البرلمان اللوكسمبورغ، الجمعية لجنة الشؤون الخارجية في برلمان سلوفينيا، الجمعية الشؤون الخارجية في برلمان الدنمارك، برلماني إقليم مي لوكسمبورغ، عفوا مش لوكسمبورغ، بروكسل في بلجيكا أيضا يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين. على الطريق جاي يعني، بس إيطاليا جاهزة ولكن تريد أن تنهي رئاستها للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، ومن المنتظر بعد أعياد رأس السنة ربما في منتصف الشهر القادم أيضا إيطاليا هنالك جهود
تنسق مع الجانب الفلسطيني، انا بقول مع الجهد الفلسطيني من اعضاء برلمانيين لطرحه على البرلمان الايطالي كذلك. بالتالي هذا الجهد، لا ننسى ايضا انه بالامس، مشان نذكر بالتاريخ 17 ديسمبر، بالامس ايضا الاطراف الساميه المتعاقده على اتفاقية على جنيف. اتفاقيات جنيف الاربعه والبروتوكولات الملحقه اقرت اعلانا يؤكد على ليس فقط احترام مبادئ اتفاق جنيف الاربعه، وان يضمن هذه الاطراف اللي اجتمعت ان تضمن احترام الاخرين لتلك الحقوق. نعم. واعتبر الاستيطان طبعا جريمه حرب، واعترف واي اجراء اسرائيلي غير مقبول والجدار مخالف للقانون الدولي وكل هذه الامور. ايضا هذه جعلت القضيه الفلسطينيه في مسرح الاحداث وفي مقدمه الاحداث على الساحه الدوليه برمتها. نعم، وكانت قضية جريمة اغتيال الوزير زياد أبو عين أيضا حاضرة في هذا الاجتماع، نعم وحتى أنها يعني بعض من الأعضاء الذين حضروا واعتبروا أنها جريمة حرب هي وجريمة ضد كذلك، الإنسانية. ومثل هذه التوجهات كيف ستخدم بالفعل القضية وتحاسب إسرائيل على هذه الجرائم؟ قلت لك يا أختي الكريمة أنه الذي سهل عمل الحراك الفلسطيني ناحيتين، الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة المتحدية للقانون الدولي والمخالفة لكل الشرعيات الدولية، هذه واحدة. ثانيا الجهد الفلسطيني المصر على التمسك بحقه والنضال من أجل تحقيق هذا الحق. تأتي جريمة اغتيال الأخ الشهيد الوزير زياد أبو عين ضمن الإجراءات الإسرائيلية التي لا يستطيع أحد أن يدافع عنها. بالتالي إسرائيل الآن يعني وهي تمارس هذه الممارسات، أنا ما أعتقد أنها في مرحلة فقدان الوزن السياسي، وهي أصبحت تشعر بالنتائج السلبية لسياساتها تلك، ولكن نتيجة المكابرة والعناد تريد أن تستمر ربما لفترة أطول. احنا في بيقولوا في ذكر النحل بعد ما ينجز مهمته بيطير وبموت. نعم. ويعني أنا بعتقد أنه هذه الحكومة الإسرائيلية هي تسير في الطريق التي حذر منها كيسنجر نفسه عندما قال إذا استمرت السياسات الإسرائيلية بالطريقة التي هي عليها فلن تكون إسرائيل موجودة بعد 10 سنين. ويعني بالإضافة لما تقول، اليوم نتوقف عند ردود الأفعال الإسرائيلية والأبرز بعد خطوة الأمم المتحدة وتقديم مشروع القرار، منها ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الرئيس محمود عباس يعتقد بأنه يستطيع تهديد إسرائيل من خلال خطوات كما أسماها أحادية الجانب، واعتبر أن نتيجة هذه الخطوات ستكون سيطرة حركة حماس على الضفة، وأن إسرائيل لن تسمح بإملاءات أحادية التي ستؤثر على أمنها حسب ادعائه. ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي أمل بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات واعتبر الخطوة غير بناءة. وزير الاقتصاد لبيد قال إن هذه الخطوة تؤكد أن الفلسطينيون لا يستحقون دولة مستقبلية، والوزير يوفال شتاينتس دعا حكومته للرد بحل السلطة الوطنية ووقف المستحقات الضريبية عنها. إذا يعني كل ردود الأفعال هذه ماذا تعكس بالنسبة هذه أولا لإسرائيل؟ أولا علينا أن نعرف أنه هذه ردود الأفعال تأتي في بداية مرحلة انتخابات في نعم. إسرائيل، وذلك الكل يحاول أن يهرب إلى الأمام ويزاود على صاحبه ليفوز بمقاعد أكثر منه، هذه واحدة. ثانيا لكن الحكومة الإسرائيلية يعني من يصدق أنه ذهابنا للمجلس الأمن يعتبر خطوة أحادية؟ الذي يرتكب الجريمة هو المجرم، لكن الذهاب إلى المحكمة ليست جريمة. احنا نذهب إلى المحكمة نتيجة المخالفات الإسرائيلية الإجرامية. فإذا كانت إسرائيل لا تريدنا أن نذهب لمجلس الأمن عليها أن لا تقوم بأي خطوة مخالفة لقرارات مجلس الأمن. نعم. بسهولة مطلقة. نعم. وإسرائيل هي تريد أن تستبق حقيقة
مصداقية القيادة الفلسطينية اللي أثبتت هذه الخطوة، أنه فعلا لدى قادة العالم. كان البعض يشكك أنه الفلسطينيين يعني أضعف من أنهم يتقدموا، أنه في عندهم مشاكل ولا يمكن يقدموا على هكذا خطوة. مع تقديم مشروع القرار ثبت لهؤلاء لا، هم غلطانين، الفلسطينيون جادون في التمسك بحقهم والذهاب إلى أبعد الحدود من أجل استرجاع هذا الحق. فمن هنا إحنا يدنا ممدودة. يعني هذا الكلام لا يعني أنه إحنا نتخلى عن المفاوضات. أي حل، أي صراع بين طرفين في النتيجة لابد أن يختم بالمفاوضات. نعم لذلك إحنا جاهزون، ولكن على أسس ومرجعيات سياسية واضحة محددة، حتى لا تكون مفاوضات من أجل المفاوضات، مفاوضات من أجل تنفيذ وهذا ما قرارات. أكدته صيغة مشروع القرار الذي مشروع القرار قدم بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد وهو وترسيم الحدود على أساس نعم 67 وبالطبع ضمن مؤتمر دولي نعم بالطبع. والمؤتمر الدولي المقترح هو ليس مؤتمرا لمرة واحدة، كيف مؤتمر جنيف اللي صار للسلاح النووي الإيراني، ومؤتمر جنيف مرتين لسوريا لمرة يوم وبيروحوا وبعدين بفكروا. لا، المقترح بالنسبة للمؤتمر الدولي اللي ورد في الفكرة الفرنسية، وأن يكون مؤتمر تحضره الأطراف الفاعلة الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، عدد من الدول العربية، عدد من الدول الأوروبية، عدد من الدول الفاعلة على الساحة الدولية. هذه المجموعة من الدول تجتمع في مؤتمر مفتوح يتابع المفاوضات التي تجري بين الطرفين ويشرف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وفي نهاية 12 شهر بيكون مفروض يكون وصل لنهاية المفاوضات، وبعدها يشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتأمين الطرف الثالث لضمان الأمن لكلا الطرفين. طب لماذا ترفض إسرائيل مثل هذه الصيغة؟ يعني ما الذي يقلقها في مشروع إسرائيل، القرار؟ إسرائيل أنا بقول لك الحكومة الإسرائيلية هاي أصبحت حتى خارج سياق التفكير اليهودي العالمي. كيف؟ يعني تصر إسرائيل على مسائل تعطل الحل أو تمنع حصول الحل، لأنها لا تريد الاعتراف بالفلسطينيين كشعب، بأن للفلسطينيين حق في أرضهم، وأنهم يعني لهم الحق في تقرير مصيرهم اللي يعتبر حق غير قابل للتصرف، يعني ولا مفاوضة ولا مساومة عليه. لكن هذه السياسة الإسرائيلية بدأت أيضا تواجه مآزق. انظري في داخل إسرائيل هنالك فئات، حتى فكرة الدولة اليهودية، يعني إسرائيل دولة وطن قومي للشعب اليهودي، في اعتراض عليها في داخل المجتمع الإسرائيلي. في 800 شخصية إسرائيلية من حصلوا على جوائز نوبل، من حصلوا على مواقع في الأكاديمية، في البحوث، في الصحافة، في جنرالات سابقين في الجيش. 800 شخصية يبعثوا رسالة للبرلمان الأوروبي يطلبوا من أعضاء البرلمان الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين. في أمريكا في 4 منظمات يهودية من المينستريم، يعني من الجمهور اليهودي، يعني مش الأطراف يكونوا يساريين أو منشقين أو غيره، اللي في مقدمتهم جمعية أبناء العهد بناي بريث، اللي هذه أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاربة التشرير ضد اليهود. هذه الجمعيات الأربعة ترفض قضية إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي، لأنه بتعتبر أنه مثل هذا الطرح يؤثر على ديمقراطية إسرائيل، وهم معنيين في إسرائيل كدولة ديمقراطية. لذلك يعني نتنياهو، انظري أنت الآن في المجتمع الإسرائيلي، نتنياهو الأغلبية ضد أن يعود لرئاسة الحكومة، والأغلبية تعتقد أنه هو اللي ورط إسرائيل في العزلة الدولية التي تعاني منها. ولذلك إسرائيل عليها خيار من اثنين، إما أن تفوق لرشدها
وأن تختار من يسير في طريق السلام وفق الشرعية الدولية، وفق الاتفاقات الموقعة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهذا بينهي الصراع ويحل السلام والأمن للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، واللي طبعا أساسه إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي احتلت عام 67 وعاصمة القدس، مع حل لكل القضايا، الوضع النهائي بما فيها اللاجئين، بما فيها الحدود، بما فيها القدس، بما فيها الاستيطان، كل هالقضايا هاي. الخيار الآخر أن يختاروا المجموعة المتطرفة اليمينية المتعصبة يعني المستوطنة. نعم. طيب يعني في الاستيطان، وهذه عبد الله مع كل ذلك، مع كل وهذه ما ستزيد به عن المأزق الذي إسرائيل فيه نتنياهو اليوم واحتدام المعركة الانتخابية الإسرائيلية داخليا، إلا أن معسكر اليمين له الغلبة. نعم. حتى اليوم ويتحدث بصوت الشارع الإسرائيلي، وبالتالي يعني التوقعات تذهب نحو حكومة إسرائيلية أكثر تطرفا وفي حال فاز نتنياهو. انا بقول لك انا بعتقد ان الحكومه الاكثر تطرفا هي الحكومه التي ربما في رايي انا ستسهل الوصول لحل. كيف؟ اسرائيل لم تعد تقنع اي دوله في العالم ان سياساتها سياسات منسجمه مع المبادئ، مع المثل، مع القيم، مع القانون. ولذلك في نقد جريء من عديد، البعض ينقد من تحت الطاولة، يعني تذكري أنت المكالمة اللي كان أوباما وساركوزي بيحكوا مع بعضهم والمايكروفون مفتوح. نعم. وساركوزي بيقول لأوباما أنه هذا نتنياهو كل كلمة يقولها لي هي كذبة كبرى. نعم. وهذا كله طيب، الله يساعدني أنا اللي مجبور أتعامل معه كل يوم. يعني إسرائيل في وضع حرج، إن استمرت في نفس السياسات فحرجها سيزيد والدعم لفلسطين سيكون أقوى والتغيرات ستكون لصالحنا أنا بعتقد. نعم. وتكون أسهل. طيب مع المأزق، إحنا نريد مع أن نختصر المأزق ويعني المعركة الانتخابية اليوم وكيف يمكن أن تستخدمها إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبتحديد الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن، هل تتوقعون تنفيذ أي من الخطوات التهديدية التي تلوح بها إسرائيل اليوم؟ تتحدث عن حل السلطة، تتحدث عن وقف عائدات والمستحقات الضريبية إلى ما غير ذلك. أنا بقول لك الإسرائيليين في مأزق، وهذا المأزق قد يقودهم إلى خطوات مجنونة، لكن هذه الخطوات المجنونة احنا مطلوب منا في مواجهة ذلك، هذا عدو يحتل أرضنا، مطلوب منا قضيتين مركزيتين. القضية الأولى هي التمسك، عدم المساومة، عدم القلق من مهما كان الواقع الذي نعيشه. ثانيا مطلوب منا تصليب جبهتنا الداخلية. كلما كانت جبهتنا الداخلية أصلب متماسكة نستطيع أن نقاوم كل الإجراءات الإسرائيلية ونهزمها، مش بس نقاومها ونهزمها. نعم. طيب في هذا الشأن تحديدا وهذه المعركة الدبلوماسية اليوم، وبالمقابل بما أنه مشروع القرار هو مشروع قرار عربي قدمته المجموعة العربية، يعني الدعم المطلوب عربيا إن كان هناك بالفعل تهديدات إسرائيلية في هذا المنحة، هل هناك من يدعم عربيا للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في هذه المعركة الدبلوماسية؟ شوف، أولا أختي الكريمة، منذ انطلقت الثورة الفلسطينية ونحن نقول أنه وجه هذه الثورة فلسطيني، نحن رأس الحربة ولكن عمقنا عربي، نستند دائما إلى أمتنا العربية. صحيح أنه الواقع العربي الحالي واقع مأساوي، يعني استطاعت الظروف أن تشغل كل قطر عربي خاصة الأقطار الفاعلة. نعم. يعني العراق، العراق الآن لا يستطيع أن يسهم كثير في المعركة، سوريا وضع الذي تعيشه، حتى مصر بالرغم أن مصر هي عمود البيت العربي لكن بحاجة أيضا إلى بعض الوقت حتى تلملم جراحها وحتى تهزم المتآمرين عليها وتكون فاعلة
في حمل الدور الذي تمثله مصر كثقل قومي في الشأن العربي. هذه الأمور عندنا صحيح لم يتخلف الأشقاء العرب عن دعمنا، ولكن مثل ما قلت لك لما يكون منشغل في قضية داخلية عنده تأخذ جل وقته، فما يقدمه لفلسطين بيكون محدود. لكن دول أخرى يعني نثمن إحنا دور المملكة العربية السعودية، نثمن دور أشقائنا في الخليج، نثمن دور الشقيقة الجزائر والشقيقة المغرب، يعني هذه الدول اللي لم تمر في أزمات حاليا. ثانيا، إحنا منذ بداية تحركنا من أين أعلن الرئيس محمود عباس توجهه بالاستراتيجية الفلسطينية الجديدة؟ من مقر الجامعة العربية في القاهرة يوم 26 سبتمبر، وعاد يوم 29 نوفمبر أيضا إلى الجامعة العربية واجتمع مع الأشقاء العرب المسؤولين وزراء خارجية ومندوبين دائمين وأطلعهم على كل التفاصيل، وأخذ دعما قويا، وهذا أيضا تجسد من خلال المشاركة في سواء في الأمم المتحدة أو في العواصم، لجنة المتابعة اللي شكلتها الجامعة العربية من الأمين العام للجامعة، من وزير خارجية، رئاسة القمة العربية للكويت، من رئاسة المجموعة العربية في الجامعة العربية لهذا الشهر موريتانيا. كل هذا الجهد عربي، لكن احنا يعني الأزمة اللي بمر فيها الواقع العربي الآن هذه طارئة لن تطول، بالتالي سيعود الدعم العربي، العمق العربي كما كان بفاعلية أكثر في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يتعلق بالعودة إلى مشروع القرار والإجراءات اللوجستية في هذا الشأن، وسط التوقعات مثلا بإخفاق مرور مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، هناك تحركات إعادة المشروع من جديد وطرحه في مجلس الأمن، يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الخطوة كيف ستتم وكم تحتاج من الوقت الزمني تقديريا؟ بعد أن سلم المشروع القرار أمس لرئيس مجلس الأمن، أنا بعتقد أنه اليوم تم توزيعه على الأعضاء 15، وهؤلاء يعني هم في تقليد أنه كل مندوب موجود لابد يرجع لوزارة خارجيته لبلده ليأخذ التعليمات بشأن هذا مشروع القرار كيف سيكون التصويت. كما قلت قد يكون هناك البعض يأتي بمحاولة تعديل كل كلمة هنا أو كلمة هناك، وهذه لا يمكن أن تحصل إلا إذا وافق صاحب المشروع إذا كانت التعديلات. لن نقبل إحنا أي تعديل يغير الجوهر، يعني سيبقى المشروع كما هو في طبعته الحالية، ويحدد رئيس مجلس الأمن يوم للتصويت على هذه. إذا طالت المشاورات في العواصم، لأن هذه إحنا ما حد بقدر يحكمها، نعم، خاصة أنه جاي عطل الجمعة والسبت والأحد، هاي عطل من الله، يعني ما بتتوقعوش تأتي ردود في هذه الأيام. يعني أنا أتحدث عن ما بعد ذلك، يعني بعد هاي الإجراءات، لو المشروع. افترضنا سيناريو الفكرة الأسوأ وإخفاق مشروع القرار. الفكرة لماذا مشروع قرار مجلس الأمن؟ يعني إحنا بدنا نستنفذ كل الطرق السلمية القانونية الدولية للحفاظ على حقوقنا في وجه التهديدات الإسرائيلية. انظري ما يحدث في القدس يوميا من اقتحامات لتدنيس الأقصى، تغيير هوية المدينة ومعالمها، من مصادرة أراضي، من قتل، من هدم بيوت، من إبعاد مواطنين. يعني أشرت قبل قليل لاستشهاد الأخ زياد أبو عين الوزير اللي هو اللي يزرع شجرة زيتون يواجه بهذا الأسلوب الهمجي الوحشي. كل هذه الأمور نحن نريد أن نحمي شعبنا، نريد أن نحافظ على حقوقنا، فأخذنا القيادة أخذت هذا التسلسل في العمل. الأسهل فالأصعب. الأسهل أن نذهب لمجلس الأمن ونرى الموقف الدولي، إذا كانت هنالك عقبات نتيجة فيتو أو غيره، ضغوطات أخرى، عندنا ننتقل للنقطة الأخرى وهي كيف نجسد ونعزز وجود دولة فلسطين في المجتمع الدولي. نعم.
لانه هذه يعني اي هاي زيرو يعني المعادله الصفريه بسموها. الدعم الذي نحققه لفلسطين هو زياده عزله لاسرائيل، ما فيش شك في ذلك. فهي الخطوه التاليه. الخطوه الثالثه وفي نفس الوقت يعني احنا لا نهمل جبهتنا الداخليه. نعم. يعني لا نهمل انه هنالك محاولات اسرائيل. انظر بالامس مثلا اعلن وزير الدفاع او الحرب الاسرائيليه انه سيخلي معسكرين لبناء استيطاني فيها. نعم. حسب اتفاقيه جنيف الرابعه القوه المحتله يمكن ان تضع نقاط عسكريه في الارض المحتله. مسموح. ولكن ممنوع ان تعمل مراكز مدنية، سكن مدني. نعم. المستوطنات لا كلها لا تأبى بكل القوانين الدولية وهي ماضية في كل ممارستها على أرض الواقع. وهناك يعني جملة من القرارات التي تناقشها القيادة، وربما هذا بالمرحلة اللاحقة بالتوجه للمعاهدات والمؤسسات الدولية والانضمام إليها، ومن ضمنها توقيع ميثاق روما. نعم. الذي يسمح بدخول محكمة الجنايات الدولية وملاحقة إسرائيل في جرائم الحرب. ماذا على هذا الصعيد؟ أكثر 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 ما وأسهل نقطة نستفيد فيها محكمة الجنايات الدولية، غير يعني نقول قتل المدنيين وغيره، يمكن هاي بيصير بدك تقدمي دلائل وتجيبي تحقيقات وكذا ويمكن تطول. القضية الأسهل هي قضية الاستيطان. اتفاقية جنيف الرابعة تمنع على القوة المحتلة أن تنقل أي من مدنييها إلى الأرض التي قامت باحتلالها. فالاستيطان غير شرعي، والاستيطان يعتبر جريمة. فهذه هي الطريقة، القسم الأسهل، والأسهل إثباته والأسهل التعامل معه. ولذلك الإسرائيليين قلقين من هذا الأمر، والأمريكان أيضا قلقين على قلق الإسرائيليين، مع أنه الأمريكان حتى الآن تصريحاتهم العلنية أنه الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. ولكن في السياسة يعني حسابات تيجي بتسبق حسابات أخرى. وهذه خطوة لربما تتبعها خطوات. نعم. أخرى، والورقة الأخيرة التي يتم الحديث عنها بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل. نعم. ولطالما يعني تم الحديث وخاصة مع الجريمة الأخيرة بحق الوزير زياد. نعم. أبو عين عن هذه الخطوة، ما إمكانياتها وما تبعاتها؟ أنا واثق تماما أن القيادة السياسية الفلسطينية تعي كل نقاط القوة التي بيدينا، وهي ستستخدمها في الوقت المناسب. لكن كل شغلة بدها حساباتها. يعني لسوء الحظ أنه إحنا نكاد نكون وحيدين في المعركة، ولذلك بدنا نزيد أصدقائنا مش ننقص أصدقائنا. نعم. وما نكبرش الأعباء، نفتح جبهات متعددة في آن واحد. أنا بعتقد هذه سياسة فيها من الحكمة الكثير، لأنه أنت تبني تراكم إنجازات واحدة بعد الأخرى، وهذه بتوصلك في النهاية إلى هدم الخصم الذي يقف أمامك وسياساته. نعم. ولكن يعني بالمجمل هي تطبيقها وارد في كل. نعم. الأحوال. نعم. هذا من لا يعقل أن نبقى نحن فقط الذين نتمسك بما تم الاتفاق عليه منذ أوسلو. احنا في أوسلو صحيح في اتفاقات موقعة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، ونحن نصر على تنفيذ تلك الاتفاقات. نحن حتى الآن نلتزم بالشق المتعلق فينا، ولكن نلاحظ أنه المحتل لا يلتزم بالشق المتعلق فيه. فعند نصل لمرحلة نقول له إذا لم تلتزم فإحنا كمان لا نلتزم. ماذا يمكن أن يترتب على هذه الخطوة إن كان من ردود الفعل الإسرائيلية أو حتى الدولية؟ شوف، يعني دوليا لن يعني من الصعب أنه يبقى العالم صامتا في وجه انفجار في المنطقة. انفجار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرعب، لا أحد يعرف أبعاده ولا أحد يعرف النتائج المترتبة عليه. يعني شوفي كل يوم بيطلع شيء جديد، وهذه كلها عبارة عن ارتدادات للزلزال الإسرائيلي الفلسطيني، اللي الزلزال اللي صنعه صراع الإسرائيلي الفلسطيني. إذا الارتدادات أصبحت مكلفة لهذا العالم ومقلقة له، فما بالك في أصل عين الزلزال.
عين الزلزال لابد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها الحل، قد يكون يعني القوى ذات الشأن أو التي تتضرر من التوترات من العنف من غيره أنه تتدخل بقوة أكثر لإيجاد حل. نعم، وأنتم متفائلون بدور المجتمع الدولي اليوم بالفعل مع هذا الحراك، مع هذه الاعترافات المتتالية، يعني مع الانتصار الذي ربما يحققه فلسطين في أروقة البرلمانات الأوروبية المختلفة؟ كل شيء يعتمد على الحضور. إذا كنا حاضرين، بمعنى حاضرين يعني موجودين على الأرض متمسكين بحقنا ندافع عن هذا الحق بجرأة وصلابة، لابد لهذا الأمر أن يلفت نظر العالم وأن يقف العالم إلى جانبنا. في الأساس يعني المجتمع الدولي يبني مواقفه بناء على الموجود أمامه في الساحات. إذا إحنا كنا بهذه القوة، ولذلك أنا أشدد على أهمية وضرورة تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية. صحيح في حركات تحرر كان في عندهم قوة مضادة، نعم، يونيتا في أنغولا كانت ضد التحرر، نعم، يعني الناس نحكي حتى في الجزائر في بداية الثورة الجزائرية كان في هنالك حزب مع فرنسا. احنا الحمد لله ما عندناش، يعني الكل يعلن انه ملتزم بالقضية الوطنية الفلسطينية ويناضل من اجل المطلوب تركيب او خلط او مزج هذه القوى مع بعضها البعض لنكون جبهة صلبة واحدة في مواجهة الاحتلال وتحدياته. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، على كل هذه المعطيات والمشاركة معنا هذه الليلة في حال السياسة. ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، بالطبع هذا كان الملف السياسي الأبرز، ومشروع القرار الفلسطيني العربي يطرح في مجلس الأمن الدولي. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، مني أنا ضحى شامي، أطيب المنى، وإلى اللقاء.